السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، 11 صباحا بتوقيت الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. بداية، شرع وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم في زيارة إلى ولاية تجورت للوقوف على وتيرة سير المشاريع بعدة بلديات في هذه الولاية المستحدثة التي تمتلك مقومات صناعية وفلاحية تجعل منها قطبا هاما لدفع التنمية الاقتصادية والاستثمار بالجنوب، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وحرصه على إعطاء الأولوية لهذه الولايات المستحدثة بالنظر لما تملكه من فرص استثمار واعدة. وقد استهل وزير الداخلية الزيارة التفقدية من منطقة بالرحمون النائية ببلدية الطيبات، حيث وقف على عدة مشاريع تنموية تنتظر التجسيد، خاصة ما تعلق بتهيئة وتعبيد الطرقات والإنارة العمومية. وأكد وزير الداخلية أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة القضاء على مناطق الضل نهائيا، كما أمر بضرورة أن يتم تقريب مركز القار من المواطنين من خلال هذه الولايات المستحدثة، موضحا أن الدولة عازمة على توفير كل الإمكانات للنهوض بالتنمية بولاية تجورت، مشددا على ضرورة تدارك النقائص ومعرفة مواطن الخلل والاستماع إلى انشغالات الساكنة. أشرف اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي على افتتاح أشغال مؤتمر وزراء العرب للتدريب الفني والتكوين المهني في الوطن العربي، والتي تدوم إلى غاية 26 من الجاري بالعاصمة. المؤتمر يعرف مشاركة أكثر من 20 دولة عربية لتكريس التعاون في قطاع التكوين من أجل التكامل الاقتصادي وتعزيز الدور الريادي للجزائر في إفريقيا والعالم العربي. برنامج الأشغال يضم عدة محاور، منها موائمة التعليم والتدريب الفني والمهني لسوق عمل الاقتصاد الأخضر والرقمنة، ودور البحث العلمي والابتكار في تنمية قطاع التعليم. إلى تمراسة التي تفتتح بوابتها للتظاهرة الاقتصادية الإفريقية الأسهار بمشاركة قياسية وطنية ودولية وصلت إلى أزيد من 200 متعامل اقتصادي، إذ تعد فرصة لترقية التبادل التجاري نحو الدول الإفريقية. ورقة مفصلة مع حنان بورايو. أسهار، هذا الموعد السياحي والثقافي أصبح اليوم تجمعاً اقتصادياً يجسد استراتيجية الدولة لتعزيز المكانة الاقتصادية للجزائر في إفريقيا وعلى وجه الخصوص في دول الساحل، مع جعل ولاية طمنغست قطباً تجارياً بامتياز يحقق البعد الإفريقي للجزائر في قلب القارة السمراء. جئت لأرى ما يحدث هنا، لأن طمنغست هي عاصمة الساحل وبوابة للتبادل التجاري لكل دول الساحل. علاقتنا التجارية قديمة جدا، ومع أسهار التناسق التجاري والسياحي يمثل علاقة قوية بيننا. La création d'un marché commun auquel nous Africains خلق أسواق مشتركة بيننا نحن الإفريقيون يجعلنا نتاجر فيما بيننا، لأننا إخوة ونتقاسم نفس الأرض ونفس الثقافة. الجزائر، وبفضل ما تحققه اليوم من نمو اقتصادي، يرتكز على دعم المنتوج الوطني بتعزيز آليات مرافقة الاستثمار المحلي، توفر مناخا محفزا لاستقطاب الاهتمام الإفريقي بالسوق الجزائرية المدعومة بإنتاج ذي جودة وبأسعار تنافسية. الوحدات التابعة لشركة القابضة أجروديف تحتوي على مخابر للتحاليل الفيزيوكيميائية من أجل جودة المنتوج، وكذلك تقدمه إلى المواطن، ومن خلال وجودنا في هذا المعرض الكبير نريد أن نعرف كل الدول المتواجدة على الساحل بالمنتوج الهائل لهذه الشركة. احنا رانا واجدين باش نصدروا التمور الجزائرية وبالأخص منطقة بسكرة طولقة إلى الدول الإفريقية. رانا في خمس بلدان إفريقية،
رانا رايحين تاني من 2023 ان شاء الله نصدروا اكثر من 3 ملايين فاردو لافريقيا. موعد هام يبرز القدرات الإنتاجية للجزائر ويحقق انفتاحا للسوق الوطنية على شراكات أجنبية. هذه التظاهرة تظاهرة أصهار، الهدف من وراء هو تنظيم معرض تقريب البائع الجزائري لهذه المنتوجات الرائعة مع إخوانه المتعاملين الاقتصاديين الذين هم موجودين من عدة دول إفريقية بالجزائر. قطاعات عديدة تدخل ضمن استراتيجية الدولة وتوفر مناصب الشغل، فالصناعة التقليدية حاضرة في الأسهار بتنوعها وببعدها التراثي. نسجل في سجل الصناعة التقليدية أكثر من 400 ألف مسجل على مستوى سجل الصناعة التقليدية، ما يشغل ما يفوق 1,100,000 يد عاملة. إذا تقدر تتصوروا الكتلة النقدية اللي راهي موجودة على مستوى هذا القطاع. تمنغست بوابة السوق الإفريقية، أتاحت المجال لإبرام اتفاقيات كللت انعقاد أول مؤتمر لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الجزائر دول الساحل. اقتصاديا دائما والى قصر المعارض صافاكس بالعاصمه الجزائر، حيث تختتم اليوم فعاليات معرض الانتاج الجزائرية في طبعته 30 التي شهدت حركيه وتنوعا في المنتوجات الوطنيه الموجهه للتصدير. 10 ايام من العرض والترويج للمنتوج الوطني ابانت عن تنافسيه عاليه بين العارضين والمبتكرين والمصنعين لاستقطاب الزوار والمهتمين بالعلامه التجاريه الجزائريه وكذا اصحاب المؤسسات الناشئة والمصغرة من الشباب. ويلتحق بنا من قصر المعارض بالصنوبر البحري عبد الجبار بن يحيى. عبد الجبار، في اليوم الأخير من المعرض هل من تقييم لهذه التظاهرة؟ نعم سهيب، أنا الآن متواجد في الجناح الرئيسي في المعرض الوطني للإنتاج الجزائري في دورته 30، وهذا اليوم هو اليوم الختامي لهذه التظاهرة الاقتصادية الناجحة. حين نتحدث عن الاقتصاد سنتحدث عن الأرقام، والأرقام تشير إلى أن هذه التظاهرة التي استمرت أكثر حوالي 10 أيام شهدت توافد الكثير من الزوار. محافظة هذه التظاهرة تقدر أرقاما قياسية لعدد الوافدين من الزوار بمختلف مستوياتهم، أين المواطنين أو المستثمرين أو المتعاملين الاقتصاديين. حين نتحدث عن الاقتصاد نتحدث أيضا عن الأرقام، والأرقام تشير إلى مشاركة قياسية لعدد المؤسسات الوطنية والخاصة التي تقدر بنحو أزيد من 600 عارض في السوق المحلي للإنتاج المحلي. حين نتحدث عن الاقتصاد نتحدث أيضا عن ما بلغته الجزائر بالأرقام، والأرقام تشير إلى نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم مهم مبشر فيما يتعلق بصادرات الجزائر خارج المحروقات خارج القطاع التقليدي. وهذا يمنحنا قراءات أخرى حول التظاهرة الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي في الجزائر الذي يؤكد نجاعة سياسة الدولة المنتهجة طيلة في السنوات الثلاث الأخيرة التي ابتدأت من سنة اقتصادية بامتياز ثم تدرجت إلى عام اقتصاد إقلاع اقتصادي لتصل إلى اقتصاد متفتح نحو العالم. العالم يعني أن المنتوج الجزائري متواجد في القارات الخمس في الجزائر وينافس المنتوج العالمي وبامتياز. إليك الخط سهيل. الزميل عبد الجبار بن يحيى، كنت معنا مباشرة من قصر معرض الصنوبر البحري، حيث نقلت لنا مشهد آخر يوم من فعاليات معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 30. شكرا جزيلا لك. نبقى بقصر المعارض، حيث كرم المعهد الوطني الجزائري بالتعاون مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر الفائزين في مسابقة العبقرية الصغيرة في طبعتها 6 والتي شهدت مشاركة 8 ولايات تنافس خلالها 20 تلميذا من الفئات العمرية 3 والذين شاركوا بمشاريع ابتكارية بسيطة. وقد تأهل 9 مشاركين 3 من كل فئة ليحظوا بالتكريم تشجيعا لهم على مواصلة طريق الابتكار والتميز على البعيد. مهمة ومهمة جدا بالنسبة لهؤلاء البراعم، لأنهم هما الشباب الغد، هما اللي راح يتحملوا المسؤولية، هما اللي راح يحملوا المشعل. فمن خلال هذا
هذا العمر يمكن زرع ثقافة الملكية الفكرية، نزرع فيهم حب الابتكار، حب البحث هو اللي راح يعطيهم ربما في المستقبل قدرة على عمل الكثير. جمع عمل هذا يعني المسابقة لتشجيع الابتكار عند الأطفال والتلاميذ، يعني باش نشجعهم للمستقبل وين يكون عندهم يعني يعني نسبري التفكير والابتكار. احتضن قصر الثقافة منذ زكريا بالعاصمة المعرض الوطني الأول للهندسة المعمارية الذي شارك فيه عديد المهندسين المعماريين بعرض مختلف تصاميمهم ومشاريعهم المعمارية بمعايير نوعية وجودة عالمية. المتابعة لوصال ولد جوابي. تصاميم معمارية متناسقة ومشاريع بتصورات جمالية ومهارة إبداعية اجتمعت في هذا المعرض الخاص بالهندسة المعمارية، هدفه إثراء الهندسة المعمارية الوطنية والنهوض بالواقع العمراني وتحسينه. 19 مهندس معماري شاركوا بأعمالهم، كان بعض الأعمال اللي مجسدة على الأرض الواقع اللي راهي منجزة، وكان أعمال معمارية التي لم تجسد، يعني شارك أصحابها في مسابقات. المهندس المعماري هو طبيب المجتمع. كي تكون عندنا ان بيل اركيتكتور ان بون ديزاين اوربان راح تكون عندنا ان كادر دو في ميور. تلاقينا بطلبة من مختلف ولايات الوطن، ومثل هذا الفرص يعاونوا الطلبة يوريوا المشاريع تاعهم. بين تصاميم صديقة للبيئة وأخرى لترميم الآثار والأبعاد الحضرية، تسعى هذه الطاقة الشابة لترسيخ معايير الجودة والنوعية العالمية بنماذج تجمع بين الأصالة والحداثة في فن معماري متميز. دوليا، في فلسطين المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق الليلة الماضية بالضفة الغربية جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري الذي يبنيه الاحتلال في الضفة الغربية. كما اعتقل اليوم 3 فلسطينيين من بينهم أسير محرر في مناطق متفرقة بالضفة. هذا ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن المجتمع الدولي إلى الكف عن الصمت والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني من أعمال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي وخلق نظام استعماري عنصري وما صاحب ذلك من طرد للفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم. الرياضة الآن، حيث تلعب اليوم الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يكون البرنامج على الشكل التالي: اتحاد الجزائر شباب قسنطينة، اتحاد خنشلة، جمعية شلف، هلال شلغوم العيد، نجم مقرى، نادي بارادو، أمل الأربعاء، مولودية البيض، مولودية الجزائر، مولودية وهران، اتحاد بسكرة، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، وأخيرا وفاق سطيف يواجه شبيبة الثورة. ونختم بالفن الرابع، حيث أشرفت مساء أمسية وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجية من المسرح الوطني محي الدين بشترزي بالعاصمة على حفل افتتاح الطبعة 15 للمهرجان الوطني للمسرحي المحترف، وسط حضور حاشد للفنانين والمسرحيين وعشاق الخشبة. التغطية لحامد أجانا. أسرة الفن الرابع في الجزائر تلتئم حول خشبة محي الدين بشترزي في سهرة افتتاحية لفعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف الذي عاد بعروض مسرحية جديدة. هذا اللقاء الثقافي والفني الذي يعد لقاء جامعا للمسرحيين الجزائريين سواء المحترفين منهم أو الهواة، مع العلم أنه في هذا الطبعة ستكون هناك منافسة بين 13 فرقة محترفة. الطبعة 15 حملت اسم الفنان المسرحي المجاهد طه العامري الذي كرم لنضاله مع فرقة المسرح لجبهة التحرير الوطني. أنا فرحان ومسرور بهذا الشرف، لكن في الحقيقة أنا ماني إلا الممثل للأجيال اللي فاتوا، لأن كانوا عباقرة وكانوا ممثلين في مستوى عالي.
إلى جانب العروض المسرحية سيستفيد الهواة من ورشات تكوينية يشرف عليها مختصون في المجال. الجديد في هذه الدورة هو فتح المجال أمام العديد من الشباب من مختلف مناطق الوطن للمشاركة في الورشات التكوينية، ولأول مرة تنظم 5 ورشات لفائدة الشباب. الفرق المسرحية المشاركة تتنافس على أحسن الجوائز، أما الجمهور سيستمتع بعروضها الفنية طيلة أيام المهرجان. وبفعالياتها الفنية الرابعة نختم هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية، شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.